Hello again. This is Noha. Welcome to episode 66. Today we will learn more than 10 different ways to say excuse me in Arabic. Now let's have fun. Excuse me is عذراً. 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 And this is classic. Excuse me. To speak to a single masculine, أعذرني. 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 To speak to a single feminine, you say أعذريني. 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 To speak to a group of people, you say أعذروني. 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 أعذرني. أعذريني. أعذروني. And you can also say أستأذنك. 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 To speak to a single feminine, you say أستأذنك. 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 And to a group of people you say أستأذنكم. 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 And this is a very polite way to say excuse me. أستأذنك. أستأذنك. أستأذنكم. And you can also say من فضلك. من فضلك. من فضلك. To speak to a single female, you say من فضلك. من فضلك. من فضلك. And to speak to a group of people, you say من فضلكم. من فضلكم. من فضلكم. من فضلك. من فضلك. من فضلكم. And you can also use لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت. And to a female you say لو سمحتي. لو سمحتي. لو سمحتي. To a group of people, لو سمحتم. لو سمحتم. لو سمحتم. And this can be used as classic or dialect. لو سمحت. لو سمحتي. لو سمحتم. Or you can say إذا سمحت. إذا سمحت. إذا سمحت. إذا سمحتي. إذا سمحتي. إذا سمحتي. And to our group of people, إذا سمحتم. إذا سمحتم. إذا سمحتم. إذا سمحت. إذا سمحتي. إذا سمحتم. And another way to say excuse me. لو تسمح.
لو تسمح لو تسمح. For a single feminine, لو تسمحي لو تسمحي لو تسمحي. For a group of people, لو تسمحوا لو تسمحوا لو تسمحوا. لو تسمح لو تسمحي لو تسمحوا. In dialect, لو تسمح لو تسمحي لو تسمحوا. Now this is a classic one. إذا تكرمت إذا تكرمتي إذا تكرمت. إذا تكرمت for a single masculine. إذا تكرمت for a single feminine. إذا تكرمتي إذا تكرمتي. For plural, إذا تكرمتم إذا تكرمتم إذا تكرمت إذا تكرمتي إذا تكرمتم. Another word, أستسمحك أستسمحك أستسمحك. For a female, أستسمحك أستسمحك أستسمحك. For a group of people, أستسمحكم أستسمحكم أستسمحكم. And this can be classic or dialect. أستسمحك أستسمحك أستسمحكم. Now there is another word that has a meaning after your permission, which is بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك. And for a group of people, بعد إذنكم بعد إذنكم بعد إذنكم. بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنكم. Or for the same meaning, taking your permission, أستأذنك أستأذنك أستأذنك. For a single feminine, أستأذنك أستأذنك أستأذنك. And for a group of people, أستأذنكم أستأذنكم أستأذنكم. And this is a very polite way. أستأذنك أستأذنك أستأذنكم. Again, excuse me, عذرا أعذرني أعذريني أعذروني. أستأذنك
أستأذنك أستأذنكم من فضلك من فضلك من فضلكم لو سمحت لو سمحتي لو سمحتم إذا سمحت إذا سمحتي إذا سمحتم لو تسمح لو تسمحي لو تسمحوا إذا تكرمت إذا تكرمتي إذا تكرمتم أستسمحك أستسمحك أستسمحكم بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنكم أستأذنك أستأذنك أستأذنكم Thank you very much for watching. I hope you enjoyed the lesson. Please subscribe for more videos.